أهلا بكم أعزائي الأفاضل إلى هذا الخبر العاجل نقدمه لكم مباشرة من موقعكم مواطن. غادر عبد الرزاق حمد الله مهاجم المنتخب المغربي المحترف في صفوف فريق النصر السعودي والهداف التاريخي للدوري السعودي الممتاز معسكر المنتخب المغربي الإعدادي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة بمصر لأسباب مجهولة. حمد الله قرر مغادرة معسكر الأسود حسب عدد من المصادر بسبب تضايقه من مجموعة من التصرفات والأمور داخل المنتخب الوطني المغربي. من جهتها نشرت الجامعة الملكية لكرة القدم أن الناخب الوطني إيرفي غوناغ قرر ضم اللاعب الدولي عبد الكريم بعدي للائحة اللاعبين الذين سيشاركون في النسخة 32 لنهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر الذي سينظم من 21 يونيو إلى 19 يوليوز 2019 وذلك لتعويض غياب اللاعب عبد الرزاق حمد الله المصاب على مستوى الظهر والورك والذي تبين للطاقم الطبي للمنتخب الوطني أنه لن يستطيع إتمام المعسكر وبالتالي عدم المشاركة في هذه الكأس. وحسب طبيب النخبة الوطنية عبد الرزاق هفتية فاللاعب حمد الله سيخضع لفحوصات دقيقة غدا الجمعة. إلى هنا نصل وإياكم أعزائي الأفاضل إلى نهاية هذا الخبر العاجل قدمناه لكم من موقعكم مواطن. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.